يا مساء الفل والسعادة لكل مستمع راديو 90 90، هواها مصري، حلقة جديدة من قد المقام. بكون معاكم بسنت بكر كل يوم جمعة والسبت من 12 ل 2 بالليل. أهلا 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 لكل اللي بيسمعونا سواء في العربيات أو على الابليكيشنز راديو 90 90. الابليكيشن أنا جمعتها لي أو على الويب سايت بتاعنا www.9090fm.com. حلقتنا النهاردة عن مقولة لشكسبير بتقول: وما الدنيا إلا مسرح كبير. يوسف وهبي أخدها منه وبقى مشهور، بقى إفيه عنده. والمقولة دي حقيقية جدا يا جماعة، لأن المسرح والحياة وجهين لعملة واحدة. إزاي بقى يا ست بسنت؟ أقول لك أنا سيدي، المسرح بينقلك لعالم تاني، تعيش حياة مختلفة. أبطال قدامك من لحم ودم، أنت شايفهم، شايف نقط عرق، شايف نفسهم، شايف ضحكتهم. يعني مزيكا حلوة، قصة بتتعلم منها، وضحكة من القلب، ومورال مهم. عشان كده اسم المسرح يعني يعرف بأبو الفنون. عندنا تاريخ عظيم في المسرح، لكن خلوني أتكلم معاكم النهاردة على المسرح الغنائي والاستعراضي تحديدا، لأنه مر بمراحل مختلفة كتير جدا. بدأ بداية قوية وناجحة جدا من أول مسرح يعقوب صنوع وسلام حجازي، الشيخ سلام حجازي، شيخ سيد درويش، فرقة علي القصار. كان زمان يقولك على الفرقة جوق جيم واو قاف، يقولك جوق علي القصار، جوق نجيب الرحاني. ومرة واحدة ابتدى المسرح الغنائي والاستعراضي يختفي. يعني فكرة الميوزيكال ثياتر دي مش عندنا قوي، لكن فضل عندنا تجارب غنائية استعراضية. وكانت المساء يعني المسرحيات يهتم القائمين عليها بأنهم يعملوا حتى على الأقل أغاني جوه الاستعراض. طب انتوا شايفين ليه ما عندناش الكم ده من المسرح الغنائي الاستعراضي زي زمان؟ هل عندنا مثلا يا جماعة العناصر اللي بتكون المسرح الغنائي والاستعراضي من نجوم، من رواية، من ملحن للمسرح، لأن الملحن المسرحي ده موضوع تاني لوحده، ولا المسألة فين؟ وبمناسبة بقى ان احنا في شهر ديسمبر وده عيد ميلاد نجمة الاستعراض المصرية الجميلة شريهان. وحلقتنا النهاردة يا جماعة في قد المقام عن المسرح الغنائي والاستعراضي في تاريخ مصر الفني. كان عندنا نهضة كبيرة جدا جدا ابن الشيخ سلام حجازي وسيد درويش. طب ايه هو المسرح الغنائي؟ بس خلوني بس اقول لكم الاول سؤال الحلقه: ايه سبب اختفاء النوع ده من المسرح، المسرح الغنائي والاستعراضي؟ هل نقص في العناصر اللي بتكونه واللي بتقدمه الفنانين الاستعراضيين؟ يعني الفنان الممثل اللي بيغني وعنده قدره على الاستعراض وشاطر وكده، ولا النص، ولا الاخراج المسرحي لعمل استعراضي دي مسرحي كبير، ولا الملحن المسرحي؟ يعني عندنا مثلا لما كنت بذاكر لقيت اسم الملحن الراحل عبد العظيم عويضة، وده عمل يعني مسرحيات او الحان لمسرحيات في مسرح الطليعة تابع للدولة كتير جدا، ويمكن كتير يعني ما يعرفوش الاستاذ عبد العظيم عويضة. لكن عايز اقول لكم برضو ان التلحين للمسرحيات تلحين مختلف عن الاغاني. يعني المسألة بتبقى في تكنيك تاني، ويمكن اللي بيعرفوا مزيكا يعني بيسمعوني دلوقتي يعرفوا ان الالحان للمسرحيات الغنائية والاستعراضية موضوع تاني، جواها اوبريتات وجواها دنيا واستعراضات، ويعني مش زي الغنوة اللي بتاخد 5 دقايق ولا 6 دقايق ولا حتى 10 دقايق ولا ربع ساعة زي زمان. ابعتولي كده على 1909 او كلموني على 2-18-10-86 وقولولي رأيكم في الموضوع ده. وإحنا كده عمالين نقلب في التاريخ. طب المسرح الغنائي عبارة عن إيه؟ عن عرض مسرحي طبعا، يعني في عدد من الأغاني والأناشيد كمان بتدعم فكرة العرض أو فكرة المسرحية، وتوصل الرسالة المقصود بها أو المقصودة من المسرحية. والمسرح الغنائي زي ما بيقول المتخصصين يا جماعة بيتميز بلغة فنية مركبة. يعني جوه المسرحية تلاقي شعر، تلاقي موسيقى، تلاقي رقص، تلاقي تمثيل.
يعني. فعشان كده المسرح الغنائي الاستعراضي صعب، لانه مسرح شامل بيحتاج عناصر شامله في الناس اللي بتقدم يعني. وطبعا عندنا نماذج في المسرح الغنائي والاستعراضي كتيره جدا في تاريخ مصر الفني. صحيح ما عندناش الميوزيكال شوز او العروض الموسيقيه فقط زي بره، لكن تحولت كده بفعل برضو ملحن اسمه كامل الخلعي وداود حسني، عملوها اوبرا. فيعني الاوبرا ده نوع من انواع كمان المسرح الغنائي، بس برضو هي مش ماشيه عندنا قوي. لكن خلونا في المسرحيات زي اللي كانت بتقدمها شريهان مثلا او فؤاد المهندس او الافلام الاستعراضيه كمان، ما كان شبه الحكايه بس طبعا في المسرح موضوع تاني. في التسعينيات كان عندنا طبعا فرقه الفنانين المتحدين كانت مقدمه مسرحيات كتيره، ومن زمان بقى من السبعينيات طبعا الاستاذ سمير خفاجه. طب يعني علشان ما توهكوش معايا يعني خلونا ماشيين كده محطه محطه، علشان يعني ايه لو احنا بنذاكر مع بعضينا تاريخ مصر الجميل. قال لك يا حلاوه الدنيا، يا حلاوه يا حلاولو يا حلاوه، يا سلام على اللطافه. عندنا مصطلحات كده كمصريين جميله، يا حلاوه يا حلاولو يا حلاولو. 199 رقم الرسائل 2-18-10-86، ورقم التليفون. وحلقتنا النهارده في قد المقام عن تاريخ المسرح الغنائي والاستعراضي. وبسالكم ليه ما بقاش عندنا مسرحيات غنائيه واستعراضيه بالشكل المفروض؟ هل هو نقص في العناصر اللي بتشارك في العروض دي، المزيكا مثلا، ملحنين مسرحيين، نجوم استعراضيين، ولا ايه، ولا الروايه، ولا المخرج المسرحي، ولا يعني عندنا عناصر كتير، ولا احنا ما بقاش احنا بقى كشعب يعني ما بقاش عندنا يعني الشغف ان احنا حلو الشغف دي ان احنا نروح نتفرج على عرض مسرحي غنائي استعراضي. ولا اني اشك، احنا شعب بنحب المزيكا ومزاجنا حلو. حاضر هنشغل ان شاء الله يا ابو ضحك جنان. بس عايزه اقول لكم انه في اعمال مسرحيه استعراضيه كانت علامه في تاريخ المسرح، زي موسيقى في الحي الشرقي للنجم طبعا او النجم سمير غانم، ومسرحيه سيدتي الجميله شويكار فؤاد المهندس كان فيها غنى، فاكرين طبعا يعني. والطفره اللي حصلت بعد مسرحيه مدرسه المشاغبين في اوائل السبعينيات، واعمال تانيه كتير ورا النجاح ده ابطال اتاثروا باجيال قبلهم اسست للمسرح. فيعني المسرح الغنائي والاستعراضي حتى المسرح العادي اللي بيقدم دراما او موضوع كان لازم يبقى فيه اغاني ولازم يبقى فيه استعراض. يمكن ذكر الاستاذ امام في التليفون مسرحيه ريا وسكينه، فاكرين اشاعات 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 سمعكم ايه بقى. 199 رقم الرسائل 2-18-10-86 هو رقم التليفون. وحلقتنا النهارده عن تاريخ المسرح الغنائي المصري والاستعراضي. واللي بنسالكم ليه ما عندناش تجارب كتيره في المسرح الغنائي والاستعراضي؟ هل العناصر الفنيه يعني بعافيه شويه؟ هل ما عندناش مثلا نجوم استعراض؟ هل ما عندناش نصوص تنفع؟ هل ما عندناش مخرجين يخرجوا مسرحيه استعراضيه؟ ولا المساله انتاجيه؟ ولا المساله فين يعني؟ قولوا لي كده. وبتحبوا مين من يعني نجوم الاستعراض؟ شريهان، نيلي، منير مراد، كمان فريد الأطرش في الافلام طبعا. المسرح الغنائي لعب دور كبير جدا يا جماعه في تطور الموسيقى العربيه وقوالبها المختلفه الغنائيه والموسيقيه، بقى اوبريت، غنوه، طقطوقه، انشوده، يعني كل الحاجات. لانه كان مرتكز المسرح الغنائي في بداياته على التمثيل جنبا الى جنب مع الموسيقى والغناء والاستعراض. وطبعا كان عندنا فرق او زي ما قلت كده في لينك قبل كده كان اسمها الجوق، جيم واو قاف، يعني يقول لك جوق نجيب الريحاني، جوق علي الكسار، جوق. دي صعبه قوي ان انت تقول جيم مع قاف على فكره، يعني ده اختبار اذاعي على الهواء. طبعا كان عندنا فرق كتير بداية من يعقوب صنوع، الشيخ سلام حجازي، سيد درويش، منيرة المهدية طبعا كان عندها مسرح غنائي عظيم وعبقري، نجيب الريحاني، علي الكسار، وملحنين بقى كبار كمان لحنوا للمسرح زي داود حسني وكامل الخلعي ومحمد الأصابجي وزكريا أحمد. وفي الستينات بقى كان في عبد العظيم عويضة، يعني في طبعا ملحنين مسرحيين فقط لا غير، يعني يلحنوا للمسرح، وده حاجة صعبة جدا. في النص الثاني من القرن 19 يا جماعة مصر كان عندها نهضة فنية واضحة، تم إنشاء المسرح الهزلي الفرنسي أو الكوميدي فرانسيز زي ما بيقولوا، وده
تم افتتاحه في 4 يناير 68 في حديقة الأزبكية اللي هنتكلم عليها النهاردة في مكان قد المقام. وكمان أنشئ دار الأوبرا في القاهرة القديمة بمناسبة افتتاح قناة السويس. ومع الافتتاح انتوا عارفين طبعا كان فيه المفروض عرض أوبرا عايدة، لكن على فكرة بالمناسبة هو لم يعرض أو لم تعرض أوبرا عايدة في افتتاح قناة السويس، قديما اتلعب مكانها أوبرا تانية اسمها ريجوليتو لفيردي برضو اللي مؤلف أوبرا عايدة. عندنا أسماء كتيرة جدا في تاريخ المسرح الغنائي، عندك يعقوب صنوع، عندك الفنان سليم نقاش فرقته اللي كانت بتضم ممثلين ومغنيين وموسيقيين، وكان عندك كمان في 1877 مثلا يوسف خياط، ده كان عنده فرقة مستقلة فيها سوريين ومصريين، وكانت العروض ما بين القاهرة والإسكندرية، وبالمناسبة إسكندرية كانت مليانة مسارح يعرض عليها المسرحيات الغنائية والكوميدية. كمان كان عندك فرقة اسمها سليمان القرداحي وأطلق عليها الجوق التمثيلي العربي، وزي ما قلت جوق بمعنى فرقة. ليه النهاردة يا جماعة ما عندناش مسرح غنائي استعراضي؟ هل العناصر زي ما قلت يعني مش موجودة؟ نجوم الاستعراض، النص، الملحن المسرحي. قبل ما أكلمكم عن الشيخ سلامة حجازي وميلاد المسرح الغنائي المصري، خلوني أروح لتعليقات أصدقائنا. بسملة فضالي بتقول: مساء العسل يا بسبوسة، فعلا صدق اللي قال إن المسرح أبو الفنون. أنا متوقع لو المسرح الاستعراضي رجع تاني، هيبقى حاجة في منتهى الإبداع مع التطور اللي احنا بقينا فيه. صح والله يا بسملة، عندنا تقنيات وتكنولوجيا وليزر وحركات والله. طيب هيا خالد بتقول: كل سنة ونجمة الجميلة الأيقونة شريهان بخير وصحة وسعادة يا رب، بنحبها قوي وحشتنا، ربنا يسعدها ويطمنا عليها دايما، اللهم أمين. يعني طبعا مسرحياتها علشان خاطر عيونك. وكان إيه تاني؟ شارع محمد علي تدسوقي. يا مساء السعادة على أحلى برنامج ثقافي فني موسيقي، أشكركم. إحنا اللي شكرك يا تسوقي. هيا بتقول: كانت أحلى أيام العمر الفوازير وألف ليلة وليلة وخفة دمها وشقوتها، ده على شريهان وجمالها ورشاقتها وخفة حركتها والملابس والشياكة والاستعراضات. جمال. سعاد نصر: مساء الفل يا سعاد، يا رب تكوني بقيتي كويسة، بتمسي علينا كلنا. محمد سامي: صباح يوم جديد على حضرتك أستاذة بسنت، وربنا يديم على حضرتك الصحة، اللهم أمين، ومحبة الناس يا رب كنز. الحمد لله، وشكرا جدا على تعليق حضرتك الحلقة السابقة، انا مش شاكره، فكرني يا سامي. سيده القصر: مساء الفل يا بسنت، مساء الفل يا حبيبتي، وربنا يطمنك ان شاء الله على كريم ابنك، كان عارفه ان كريم ابنها تعبان، ربنا ان شاء الله يشفيه. ريم ايمن: مساء الخير يا بوسي، كل سنه وشريهان صديقه الطفوله، الله، وكل حاجه حلوه بخير. بحب الاستعراض عامه، لانه بس بصي بقى، عامه مش بالنون ولا بالالف، وماشي عامه لانه بينقلنا كده لحته تانية خالص. بالنسبه بقى لاختفاء المسرح الغنائي والاستعراضي، فاللي بيطفو على السطح دلوقتي هو القيمه والتفاهه، لا والله مش للدرجه دي. نحب نسمع حاجه لام كلثوم بصوتها، ما عنديش بصوتها يا ريم، يعني بتحطيني في كورنر. كيمست بيقول: مساء الورد البلدي يا بسبوسة، أنا سامية أول مرة أشارك معاكي، بس أنا من عشاق البرنامج وصوتك اللي بختم بيه اليوم حبيبتي، ونفسي أسمع اللي انشغلت عليه. حليم: بليز حاضر أشوفها لك. تعالوا سريعا نروح للشيخ سلامة حجازي، المنشئ الحقيقي يا جماعة للمسرح الغنائي العربي في مصر، علامة فارقة في تأصيل حركة المسرح الغنائي. كان يتربع على عرش الغناء بعد أن توفى المطرب عبد الحمولي في 1901، وطبعا ده لانه الشيخ سلامة حجازي كان يتمتع بصفاء الصوت وقوته وعذوبته، يعني وكمان تقدر تقول عليه كمان انه رائد فن الاوبريت. الشيخ سلامة حجازي كان كمان يا جماعه يتفنن في اداء القصائد الغنائيه باسلوبه، وطبعا قدم مسرحيات غنائيه كتيره جدا، وانتقل في بدايات 1901
واحد واربعة وخمسة يعني في بداية القرن اللي فات اللي قبل اللي فات انتقل بفرقته لصالة فيري في شارع الباب البحري وأطلق عليها دار التمثيل العربي وانضم لفرقته أولاد عكاشة ودي كانت فرقة تانية أو جوق تاني فرقة تانية زي اسكندر فرح زي فرقة اسكندر فرح اللي كانت معاه الأول وانفصلت انضم له تاني فرقة اسمها أولاد عكاشة وقدم زي ما قلت مسرحيات غنائية كتيرة زي هناء المحبين بائعة الخبز اتعمل فيلم بعد كده الحسن الإمام مطامع النساء حسن العواقب الجرم الخفي اللص الشريف بصوا الحاجات الحلوة بص الأسماء سارقة الأطفال صدق الإخاء يعني شوف والله عايزين نعمل حلقة عن الإخاء دي لأنه يمكن المفردة ما عدتش بتتكرر كتير من المسرحيات كمان عواطف البنين صاحبة الشرف القضية المشهورة واليتيمين أو اليتيمتين مش عارفة الحقيقة وتاريخنا المصري الجميل الفني في المسرح الغنائي والاستعراضي في أسماء كبار ولسه بسألكم ليه النهاردة ما عندناش تجارب كتيرة في المسرحيات الغنائية والاستعراضية هل العناصر الفنية زي الممثل اللي بيغني وعنده استعراض وشاطر فيه ولا النص ولا الإخراج ولا الإنتاج ولا إحنا يعني ما عادش عندنا قابلية إن إحنا نروح نحضر مسرحية فيها غنى ورقص ويعني مش عارفة تعالوا كده نشوف أصدقائنا بيقولوا لنا إيه مينا ميلاد مساء الفل يا بسنت ما ينفعش ننسى الأسطورة الجميلة مسرحية ريا وسكينة أبدا إحنا مش ناسينها ولا حاجة كلمنا عليها الحقيقة أما سبب انعدام المسرح الغنائي في الوقت الحالي فبيرجع لضعف الإمكانيات المادية مع عدم وجود نصوص كتابية متميزة مع قلة الموهوبين من كتاب السيناريو وممثلين استعراضيين يعني بص هو جاب لك كل الحاجات اللي إحنا قلناها مينا ويعني ايه ويعني خلاص بلاش نعمل مسرح استعراضي خلاص ولا غير احنا اسفين يا استاذ مين بيقول عايز يسمع غنوة حب جننا نسمعها ان شاء الله مصطفى استيفا شابوه بجد يا بسنت بحب البرنامج جدا شكرا وبعيد عن الحلقة احب اقول لزوجتي الحمد لله على السلامة وشرفت مك مصطفى محمد وادعو لحماتي ان ربنا يكرمها ويخليها لينا يا رب اللهم امين وكل امهات الناس يا رب دكتور عبد العال دياب محمد اخيرا ظهر بيمسي علينا على محمد عادل وسعاد نصر وامير حسين وجين ابو الذهب واحمد ابو عزه واي خليل انا يويو ومدحت اسماعيل وتسوقي والشاعر محمود عبد الحميد اصدقاء البرنامج العظام وبيقول انه اندثار المسرح الغنائي سببه هو تغيير طبيعة الجمهور من مشاهدين ذواقا للفنون الى جمهور مختلف ذوقه دون المستوى المطلوب ابدا والله يعني احنا بنظلم الجمهور ليه طيب ما احنا النهاردة في قد المقام بنقدم يعني محتوى يعني مش عايز اقول هو فني بس هو ثقافي وبنسمع اغاني قديمة والحمد لله البرنامج هو ناجح مع الناس ومسمع مع الناس يبقى اذا الجمهور ما يعني مش عارفة يعني شوف لنا حاجة تانية يا دكتور دياب عشان عارفة انت بتقعد تجيب كده الزيتونة محمد سامي اما اختفاء المسرح الاستعراضي والغنائي حاليا او في الحقيقة هو اختفى من اواخر الثمانينيات وكان اخرها ممكن نقول ريا وسكينة وعلشان خاطر عيونك وطبعا عشان خاطر الفنانة العظيمة الموهوبة الغير عادية شريهان مسرحية شارع محمد علي والسبب في الاختفاء هو ظهور التكنولوجيا بشكل مخيف بالعكس ده المفروض يبقى سبب ان انت تعمل مسرحيات استعراضية وغنائية مش عارفة يعني وكسرة التكلفة في الديكورات وقلة المواهب أيضا الموجودة على الساحة يعني يمكن مش عارفة الناس بتستسهل مش عارفة يعني احتمال تعالوا نروح سريعا لأن الوقت بيجري لسيد درويش لأنه سيد درويش الشيخ سيد درويش طبعا عمل 256 غنوة مسرحية لفرق مسرحية كتيرة زي أولاد عكاشة وجورج أبيض ومنيرة المهدية ونجيب الريحاني وفرقته اللي أسسها سنة 1921 وبالمناسبة عايز أقول لكم أن سيد درويش كان يمشي وراء أصحاب المهن المختلفة عشان يراقبهم ويطلع ألحان شبههم عشان الألحان تبقى تعبير خالص عن روح الشارع المصري ودي يمكن يعني تكمن نقطة في عبقرية الشيخ سيد درويش من مسرحياته الغنائية طبعا كله من ده ولو ولسه وعقبال عندكم والعشرة الطيبة وشهرزاد والباروكة وام 44 وهدى وراحت عليك والهلال والدرة اليتيمة وكليوباترا ومارك أنتوان يعني الحقيقة مش هيساع الوقت ان احنا نقول سيد درويش قدم ايه ولا ايه لكن عندلكم ميكس درويشي جميل يا رب يعجبكم
1-99 رقم الرسائل 2-18-10-68 هو رقم التليفون. والحقيقة الوقت بيجري بسرعة كالعادة، وإحنا محضرين حاجات قد كده في المسرح الغنائي والاستعراضي. يعني عايز أقول لكم كمان من الملحنين اللي لحنوا للمسرح الغنائي طبعا داود حسني، وحول الأوبريت على فكرة لأوبرا، لعروض أوبرا. وكمان مليك حمدي على فكرة في مطلع الستينيات قدم للمسرح الغنائي مهر العروض، مسرحية مهر العروسة ومسرحية تمر حنة وياسين ولدي. والموجي كمان محمد الموجي قدم للمسرح الغنائي هدية العمر وحمدان وبهانة ودادة الغزية والشاطر حسن ودنيا البيانولا وشهرزاد وملك الغجر وعلى فين يا دوسة. ويعني وبستغرب وانا بذاكر ان الموجي عمل كل الالحان دي وبليغ. طيب سعاد حسني ما قدمتش مسرح ليه؟ يعني فيلم زي صغيرة على الحب كان مليان حاجات يعني اغاني واستعراضات، ليه ما اشتغلتش مسرح؟ يعني سؤال يطرح نفسه، يعني مش عارفة. تعالوا نروح سريعا للأيقونة الأسطورة شيريهان. بصراحة يعني كل سنة وانت طيبة يا شيري لو بتسمعينا، ويا رب سنة حلوة عليكي. وطبعا من أهم نجمات الاستعراض في مصر وفي الوطن العربي، سواء في الفوازير أو في المسرحيات الغنائية الاستعراضية، مسرحية شارع محمد علي اللي عرضتها من 91 ل 95 عندها كمان، وحتى في سكة على بناتك هي كانت يعني لوحدها تركيبة كده. فاحنا قلنا شارع محمد علي وعشان خاطر عيونك كمان، يعني لما تيجي تتكلم عن الاستعراض تتكلم عن شريهان. حتى الغنى طوعت صوتها بفضل طبعا ملحنين كبار طوعوا لها صوتها يعني تسجيلا انها تقول، وبقت تقول صح، موهوبة بشكل كبير يعني. فيا رب يبقى عندنا سعاد حسني وشريهان تاني ونيلي، ويعني نتمنى هذا. اسم سمير خفاجة اسم مهم جدا كصانع للنجوم والأب الروحي للمسرح الخاص والمسرح الاستعراضي والغنائي. الحقيقة يعني كون فرقة الفنانين المتحدين، وكنت زمان أقول الفنانين المتحدين ازاي، مش المفروض تبقى الفنانون المتحدون مبتدأ وخبر، ولقيت الإجابة وأنا بذاكر الحلقة يعني عن وبذاكر اسم سمير خفاجة. وقال إن هو يعني تفائل كثيرا بشارلي شابلن لما كون فرقة يونايتد أرتس، وبعد بعدين قال لك الفنانون المتحدون دي هتبقى صعبة وخليها الفنانين المتحدين كده، الياء يعني ايه بتخلي الكلام سهل وسلس. والحقيقة الأستاذ سمير خفاجة قدم مسرحات كتيرة جدا، سيدة الجميلة وأنا فين وانت فين وشاهد ما شافش حاجة ورايا وسكينة وشارع محمد علي وبودي جارد 99.